منير انت كتشوف حالتي دابا انت هذا عمرسو هذا بعدا عمرسيه ولا باس كان عمرو الى جا الماء ما جا الى جا الماء كتجيك النقيطه كنعمرو من البيضه هذا تشربي منه وتغسلي هذا غيبقى انا غندير منه كل شيء انا هذا غيبقى ندير منه كل شيء 100% زعما ما عرفتش نقي اللي كنعمرو صافي ما عرفت انا نقي ولا ماشي نقي ولا بعد ما تشري الماء ولا هادشي اللي كاين حجبانت لي فيه شي لعيبه اش كغديروا هو هذا هو اللي كنستعمل ملي غنعمر انا الماء هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين يا ربي غير تلقاي دابا ما بقيتش كتقلبي على نقي ولا موسخ ولا بحال دابا هذا جبتيه شو الماء موسخ كيبقى هنا مده وانا هذا جبتي به هذه يومين ما عنديش انا الماء يومين هذا جبتي به حاشاكم هذه يومين انا اجي معايا اجي معايا اختي الريزو هنا راه شويه ضعيف اجي معايا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من اقليم الحاجب وكنتواجدوا بالضبط باي شيء عزم او ما يعرف بالكانتينا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في مهاجره مغربيه جات للمغرب جات لبلادها طبعا وجات لاي شيء عزم لمسقط الراس ديالها باش تدوز الكونجي ديالها في دارها بهذا المركز ديال اي شيء عزم ولقات الماء الصالح للشرب مقطوع اكثر من شهر وهي هنا وهي مكرفصه كما كتقول من حيث النظافه والمسؤول كيلوح على المسؤول بلا فايده وكذلك ملي سمعونا الساكنه ديال الحي النساء ديال هذا الحي هذوم اللي شافونا مع هذه السيده حتى هما التحقوا بنا عدد من النساء امهات وزوجات اللي جاوا حتى هما يحكيوا القصه ديالهم ومعاناتهم مع الماء هذه السيده قالت لك الا كان عندها المشكل غير شهر هاد النساء اللي قدامي راه عام وعامين وهما كيعيشوا مشاكل حقيقيه هذه السيده قالت لك النظافه ديالنا الشخصيه ولينا مقهورين فيها كيفاش وشنو واقع هو الغريب كذلك مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في مثلا هاد السيده هادي راه مخلصه 7000 ريال ديال الماء وما مستافداش منها كيفاش هادشي هادشي غنحاولوا نعرفوا الان وننقلوا لكم شنو واقع باي شيء عزم بالضبط واللي كان كما قلنا كنتواجدوا باقليم الحاجب مشاهدينا وما ادراك ما اقليم الحاجب واللي كيعيش حتى هو تاثيرات الاجهاد المائي اللي كتعرفوا عدد من مناطق المملكه ولكن اقليم الحاجب غني بثرواته المائيه وبالفرشه المائيه ديالو فين مشى الماء ديال الحاجب تفضل السلام عليكم انا من الجاليه المغربيه انا منين جيت انا شهر دابا 20 يوم هنا وانا مكرفصه ما عنديش الماء واخا مشيت شكيت ما كاينش شي مسؤول جا عندي ولو سولني حتى شي مسؤول ما جا عندي لهنايا انتما كتشوفوا راني معمره الطارو عندي الوالد ديالي مريض اصلا خصو يبدل يوميا خصو يبدل حوايجه نعم هادشي اللي كاين نعم لاله آه. دابا باش دخلتي شحال دابا اليوم شهر وعشر ايام شهر وعشر ايام ومكرفصه هادي ديالي تغربت ومشيت وخدمت ودرت داري هنايا بحال الناس بغيت نجي كونجي بحال الناس هنا وندوز فاكاسيونز ديالي ساعه والو كنعمر في البواده كنعمر في البواده واصلا يدي مريضه اصلا جايه باش نرتاح يدي مريضه وانت كتشوف كيطلقوا الماء كيطلق الماء كيطلق قليل الا طلقوا واحد النهار يومين ثلاث ايام ما كيكونش الماء انا بعدا شخصيا ما كيكونش عندي الماء كيطلقوا النهار يومين ثلاث ايام اربع ايام ما كيكونش الماء واش كيوصل عندك لا ما كيوصلش عندي انا الفوق واحد شويه الماء لتحت وقت نعمر من الميضه الصابون بغيت يطلع معايا باش ما نخليوش النساء تما معنا صابونك دابا كلشي لا هو باقي عندي الوسخه الا بغيت يطلع الفوق ما عنديش الماء انا الدوشة وداك الشيء عندي الفوق ما عنديش انا الماء ما كيوصلش الماء الفوق تجيبي الماء للبرومي وتوصي وعاد تبدا تطلعي البرومي كنطلع بيدي ودي مريضه كيفاش نبقى نطلع انا الفوق الا بغيت ندوش ولا بغيت وفين هو التدواش الا كان عاد الماء ما كاينش الماء سيدي ما كاينش الماء منين جيت وانا مكرفصه هنايا مشيت عند مسؤولين هضرت معاهم والو ولا شي واحد جا لعندي لحد الان انا نتقابل معاه ولكن انا كنشوف هنا انه كاين عندكم عدادات ديال الماء الصالح للشرب هل عداد كاين يعني ولكن عندك مكانه عندي مكانه عندي كنخلص انا ما عمري ما خليت الفاكتوره ديالي كنخلصوا ما كتزوج والو كنخلصوا وما جاش شي واحد يحل هذا المشكل هذا ما كاينش هما الناس كلهم انا كيخلصوا نسولك لاله واش هذا الشيء غير نتوما في هذه الزنقه ولا لا شيء عزم كامل تقريبا هاد الجهه الفوقانيه واخا نشوفوا النساء ديال الحي اللي تما جاوا ضامنوا معاك تما جاوا باش يوصلوا لانهم قال لك اخويا راه حنا طيبنا بهذا الشيء اجل لهنا حيدي ما نشربش نعم اختي شاد الشيء هذا واش خويا هاد الشيء هذا حنا الا جا الماء تيطلقوه بكري ولا خصك تبات المهم اساس على الماء فهمتي تيطلقوه بكري على ما تتنوض مع التسعود ولا العشره تتلقى الماء ما كاينش مشى ما كاينش يعني اللي فاق بكري يقدر دايرين واحد البرميل هكا دايرين واحد البرميل كبير لهاد الجهه واش حنا غنشربوا من داك البرميل فيه الريحه خانس حاشاك واش حنا غنشربوا من هذاك الشيء
دابا السيدة هي ساقية دابا هي تما السينيطرا ولا سبعين كنا ولينا نعمر شتي ولينا نعمرو إلا ما عندناش ما تنشريوش اخويا شحال قدنا نشريو ديال الماء 120 القلعه 120 لتر شنو غايدير لك الدراري الصغار واش تشري الماء باش تدوش باش تغسل الماء باش تصبن باش شحال قدك ديال الماء تشري ما ندوش على التدواش التدواش ما تهضرش على التدواش الا من الخمس ايام للخمس ايام تخصنا نوجدوا واحد السطيل ديال الماء السطل غيكفينا لا حنا لا ولادنا لا راه ما غيكفيناش السطل ديال الماء المهم حنا راه حنا مكرفسين ما نقولكش الصابون وداكشي الصابون 3 ايام 4 صابون 3 ايام 4 ايام عاد تنجمعوا ديك الميه على السطح ما تيطلعش الماء للسطح ما تيوصلش الماء كاع للسطح نهائيا تنخلصوا تنخلصوا تجينا الورقه كل شهر كل شهر تجينا الورقه على حسب اللي كليتي حنا ما تنهضروش على زعما يجي يزيدوا علينا ولا ما هذيك الساعه في النهار تنخلصوا كل شهر تجينا الورقه تنخلصوا ماشي نقولوا راه ما تنخلصوش ولا تنخلصوا لهم الماء كان عندك مثلا لا شي عرس ولا عندكم شي مناسبه كنعرفوا الصيف دابا الا كان عندك العرس الا عندك شي معرفه تيجيبوا لك لا كي تما كنايه الستير ديال الماء تيجيبوه لك وحاجه ولا جاو عندك الضياف كي غنديروا لهم تنحشموهم الضياف اما تنديوهم ليها حاجه كالتيرا اما كي غادي للضياف حنا تنمرقوا تنحشموه من الضياف الا جاو عندنا ما عندناش الماء راه حنا ضايعين راه حنا مكرفسين في هاد البلاصه الزمه دايره الفيرمات تبارك الله راه الخير موجود ما كاينش اللي تيجي تيعطينا غير شي كلمه زوينه هكا ما تيجي ملي تيتجمعوا العيالات تيمشيو لا واه الدو ما كاينش باش نطلقوا البوطونه لا واه كذا لا واه كذا الله اعلم ما عرفت شنو هادشي دايرين الله اعلم المهم الماء راه حنا مكرفسين ديالو السلام عليكم هاد المشكل ديال الماء ما عرفناش حنا شنو هو السبب اللي كيقطعوه شنو هو السبب اللي يخليهم يقطعوا علينا الماء ويعطيونا ساعه ولا ساعتين في النهار واش الجفاف النيت الجفاف النيت انا دابا جايه من الخدمه باغا ندوش ما عنديش باش ندوش ها هو الناس ما كتخدم في الفلاحه كنخدموا حنا كنخدموا ها هي السيده ها هي السيده ها هي السيده من المخ عاد جيت من المخ والله الا هذه هي الدخله ديالي وخصنا باش ندوشوا خصنا باش نقضيو اغراضنا وراه كتجي من الخدمه وكتلقى الشيء الماء باش تعمروا يعني من الفجر وانت خارج من الفجر كنخرجوا ما كاينش الماء كيكون ما مطلقش ديك الساعات فاش كنجيو عاوتاني من الخدمه كنلقاو راه تقطع شكون غيعمر كاين ما عندك شي حد في الدار وكيطلق واحد شريشي راكا والفاتوره قلت لك راه علين 150 درهم فهمتي 150 درهم تقريبا اي 3000 وانا ما مستافداش كاع في الشهر 3000 في الشهر 3000 في الشهر وما مستافداش فهمتي ها هي الفواتير عندي هما ها عندك جردة لا ما عندي لا جردة لا والو انت كتشوف الدار ما فيها لا جردة لا حتى حاجه والله الا لا شوف المهمه كذلك شريف شنو السلام عليكم اليوم انت ام كي كديري دابا مع الدراري راه تبارك الله راه عندي الدراري ويومين هادي ما شفناش غماد الماء وداك الشوي اللي كاين اليوم كنلقطو كنطلعو حتى للفوق باش نغسلو دوك المعينات هما الدراري ما بقيناش كنشوفو فيهم نغسلو لهم ولا نصبنو ولا حتى حاجه راه البارح ما كاينش كاع خنزنا كاع ايوا راه المعقول راه ما كاينش قلت لك راه تقهرنا في هذه البلاصه هذه والله الا تقهرنا البارح مشينا من الشانطي لهين نسقيو بالبراوت ما خلاوناش قالوا لنا ما عند الناس والله الا والله الا مشينا طلبت المراه البيدو عمرات ليا قالت لي من غير ذاك البيدو ما نزيد لكش واخا دابا نتوما اللي هنا في اي جهه زعما هنا يعني في المركز نتوما دابا في السونتر وكتقولوا هذه الهضره الناس اللي في هاد الدواور الفوق وكدا شغنقولوا لهم؟ شتي راه كاينين الناس اللي هادشي اللي عندهم البيار عندهم كاين 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 اللي عندهم البيار كاين اللي كيطلق لهم لديك الجي ما فهمناش الماء بالنسبه للجزيئه هنايا ما عندهاش الماء في هاد البلاصه هادي وكاين اللي عنده لهاد الجي هاد النص هذا بحال كامل ياك كاين اللي عنده لهاد الجي بحال اللي قريب للشاطو لهي كاين اللي عنده لهاد الجويه عندنا حنايا ما كايناش غير واقيلا الضغط على الشاطو كاين ما فهمتش ولا شي كيقول لك راه كيعطيو لبلايص اخرى الله اعلم راه كيعطيو لبلايص اخرين كيفرقوا الماء ديالنا يعني شاطو ايوا كنطلبوا الماء تقهرنا منه راه كنمشيو نطلبوا للناس ما كيبغيوش يعطيونا الدراري ديالنا ما كيغسلوش حوايجنا بقاو بلا تصبين راه تقهرنا من جهه الماء هو هذا الشيء اللي باقيين يلاه في شهر 7 دابا هو هذا الشيء اللي نقولوا باقي شهر 8 نعم غنرجعوا عند المهاجره المغربيه واللي هي اللي تواصلت مع قناه شوف تي في باش توصل رسالتها وتلقى حل لهذا المشكل باقي لك الكونجي ديالك باقى معنا بعدا باقي لي الى حتى غيجي الماء ان شاء الله الى جا الماء الى جا الماء ما جاش الماء غنمشي من هنا من طبيعه الحال الى جا الماء الى جا الماء الوالد ديالي عيان الوالد ديالي عيان خصو يدوش يوميا في تيمر وخصو يدوش يوميا
خصو يدوش، مريض خصو يدوش يوميا، راه عندي ما فين باش نغسل له انا، باش غنغسل له انا، كنبدلوا له والله الا بعض المرات والله العظيم البارح والبارح بدلنا له غير الحوايج باش نغسلوا له، ما كانش عندي الماء ولو قطره البارح والبارح، ولو قطره البارح والبارح. الرساله التفاعل الايجابي. حيدا بابا شويه، حيدا ولدي، حيدا ولدي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وحنا رفقه هاد النساء من ساكنه عيشي عزم، وفي هذا الجزء منه او هذا الشطر من احد التجزئات اللي كتواجد بهذه المنطقه او هذا المركز مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ديال عيشي عزم، واللي كيعيش كباقي عدد من المناطق. لكن هنا كما كنسمعوا انه القضيه زايده شويه، الاجهاد المائي كتعيش عدد من مدن المملكه، وكاينه سياسه واضحه للكل في كل الجهات من اجل ترشيد الاستهلاك ديال الماء، لكن عيشي عزم كما كنسمعوا الان وخصوصا هذه المنطقه من هذه التجزئه حاله خاصه. هاد الناس كيقول لك كيخلصوا 50 درهم حتى ل 150 درهم في الشهر، كاينه اللي مخلصه 350 درهم كما قالت لنا هذه السيده، لكن التزود بالماء ضعيف وضعيف بزاف، والصبيب حتى هو قليل، وكيوقعوا في مشاكل لدرجه انهم ما كيلقاوش الماء. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، والرساله ديال هاد النساء سمعناها الان، لانه هاد النساء هما اللي كيضلوا في البيوت ديالهم، هما اللي كيضلوا مقابلين الدار، هما اللي فيهم عليهم الشقاء، هما اللي عليهم الدرك. كاينه اللي كتمشي تخدم مسكينه، وكنعرفوا هاد المنطقه عدد من النساء كيمشيوا يخدموا في الفلاحه، فراه ملي كيرجعوا كما كنسمعوا الان احد الاخوات هي يلاه جات ما كيلقاوش حتى باش يديروا، حتى باش ينظفوا روسهم. عاد كما كنقولوا باقي الانشطه ديال المنزل، كنعرفوا الان راه الصيف هذا درجه الحراره راه كتفوت 40، راه كندويو على الحاجب ومكناس. ها هي السيده اخرى جات عندنا، مالك يا الميمه؟ ذوي الاعاقه. انا غير انا وراجل. شحال هنا عندك؟ 19. ما جاتش بزاف اميمتي، زاد 19 درهم و99، 18 درهم. شوما دابا غير جوج. ما كيجيكش الماء كاع؟ مسكينه واش ما كتسمعش؟ ما كتسمعش. 357 درهم، هذه ديالك انت؟ ديالي انا بوحدي. 357.08. انت شوف هذا بزاف الوالده. شحال عندك من دار؟ شحال عندك من دار؟ ويلي غا وحدي والفوقي عندي، ما كيطلعش الماء الفوقي كاع. ما عندكش جرده ولا شي؟ عندي الجرده، راه شوف فيها صورني فيها، صورني فيك الجرده اللي غنبسطو معاك شويه. المهمه شدي غيكون الخير ان شاء الله، نتمنوا التفاعل الايجابي. شدي بعينك، راه قلبت على الورقه ما لقيتهاش مصوره عندي. ها هي راه 357. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر، كنتمنوا التفاعل الايجابي مع نداء هاد السيدات هاد الساكنه وكذلك واحده من بينهم. احنا الحمد لله كلنا سواء وكلنا على حد سواء، كلشي محتاج الماء بحال اللي جالس هنا ولا بحال اللي المهاجر كلنا. فراه ربي سبحانه وتعالى وقال لك راه وجعلنا من الماء كل شيء حي. كنتمنوا التفاعل الايجابي ديال الجهات المسؤوله والجهات المعنيه، وكذلك خاص حتى اليوم كلشي مسؤول على الحفاظ على هذه النعمه وهذا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى هي الماء. حتى فاش يجي الماء نحاولوا ما نكون شويه ديال الاسراف، وتالي عندهم الماء تكيسوا شويه. الا عندك انت الروبيني موجود وكتطلق كما كنقولوا الماء كيشرشر، ها هما عباد الله راه ساعه وخاصهم يفيقوا لها بكري يا ربي غير يلقاوه. فكنتمنى اللي عنده شي نعمه يحافظ عليها، لانه باش ما تمشيش للزوال، لانه راه ما بقاش الوقت كما كانت. مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من عيشي عزم اقليم الحاجب. الله يدير الخير، وفي انتظار التفاعل الايجابي ورفع الضرر على هذه الساكنه وايجاد حلول مواتية لهم.